بسم الله. السلام عليكم، معكم مذكرات حرفية لشهر أيلول، شهر 7. فاليوم إن شاء الله رح أبدأ معكم المذكرات، ويارب بإذن الله ما أنسى إشي وأكون خفيفة لطيفة على قلوبكم. أول شيء رح نبدأ بالأشغال اليدوية، لأن أكيد معظم اللي بيضغطوا على زر مذكرات حرفية بهمهم هذا الجزء من الحكي. فرح أبدأ معكم بالأشياء اللي أنا اشتغلتها هذا الشهر. أول شغل من الأشياء اللي اشتغلتها هذا الشهر خزناها بطريقة كتير سيئة، اللي هي كنبة الألماس. بس بالرغم من إنه تخزينها كان بطريقة يعني جدا سيئة، لكن الحمد لله ما زالت الألماسات متماسكة فيها. هلا بخصوص كنبة الألماس، زي ما أنتوا شايفين هون، نوعا ما بعتبر حالي خلصتها. بديت فيها مع بداية هذا الشهر، كنت وأنا عم بشتغل في بدايتها شوي تعبانة، فكان ابني الصغير يروح يجيب لي الخرزات والشغل ويقول لي ماما طيب تشتغلي عشان تصيري أحسن. فأول شغلة اشتغلتها فيها اللي هي الخرزات البيض، وراح أخذ الشغل معه وضبه. لما اجيت ارجع اشتغل فيها مرة تانية، للأسف ما لقيت الخرزات البيض وما عرفت وين ضبه، ولا هو عرف وين ضبه. يعني هو بيقول انه رجعها لمكانها، فيعني ما بزبطش اكافئ حسن النية بعصبية، فاخذت الموضوع عادي بروية. عندي المنطقة هاي كلياتها لازم تكون خرزات بيضة، وزي مش عارفة اذا انتو شايفين، خليني بس اعمل فوكس، هي فاضية ما فيها خرزات بيضة. المنطقة هاي فاضية ما فيها خرزات بيضة. يمكن اعملها بالزهر لانه ضل منه كتير، او اعملها بنفس لونها الخرزات المجاورة اللي هو اللون العاجي لانه في منه كتير، او ممكن شفت اوردرات على علي بابا لخرزات بيضة تنبع لحالها، فممكن اعملها فيها. كل الفراغات اللي ضايلة هي تقريبا للخرزات البيضة، ف إذا قدرت يعني أتممها إن شاء الله بهذا الشهر الجاي، رح أحاول أدور على فيديوهات شفت أشياء كتير حلوة بتذكر عن عمل إطار للوحة من بقايا من الورق اللي بنلف وبصير يتعاملوا معه زي كأنه خيزران أو خشب، وبنسجوا بطريقة معينة وبيعملوا منه إطارات للوحة. فحابة يعني قبل ما أرجع للدوام أجرب أشياء كتير جديدة بالعطاء. طبعا كنفة الألماس كانت من الأشياء اللي جربتها وهي حلوة كتير على فكرة، يمكن الصورة مش معطيها حقها. صورت لكم كيف تشتغلي فيها، كيف فكرتها، يعني فيديو كتير بسيط مدته يمكن 3 دقائق أو 4 دقائق، إن شاء الله بإذن الله بعرضه على القناة. أحب أذكركم إنه الأشغال اليدوية خلص، يعني إذا ربنا يعني يسر لنا رح ألتزم ببرنامج إني أعرضها كل أحد على القناة. إذا الأحد ما قدرت أخلص الفيديو المخصص للأشغال اليدوية مثلا أو أمنتجه، بأجله ليوم الجمعة، ما نعرض يوم الجمعة، برجع ليومه الأحد اللي ورا. فالأحد أو الجمعة تترقبوا هاي الأشياء، إن شاء الله ما أكونش طلعت في التصوير. المهم خلينا نشيل أول قطعة اللي هي زي ما قلنا كنبة الألماس. طبعا هي حسب ما الصبايا بيفرجونا على النت لازم تنلف بالطريقة العكسية، يعني تكون الألمسات لبرا، وأنا كنت هيك لففها، بس الشغل الكروشيه والأشياء الثانية اللي إجت عليها ضغطتها كبستها فصارت صارت مسطحة. خلينا نحطها هون وبعدين بفضلها. ثاني قطعة خلصتها وغلطت. ماما لحظة شوي. القطعة الثانية اللي بدي احكي عنها انه شغلتها غلطت، اني ارجع للفيديو تبع البنوتة اللي عملتها، هي قناة كروشيه مشهورة على النت، فهي شارحتها وانا على اساسها اشتغلت. كانت عم تشتغل بخيط سمك سنارته 5، لكن انا الخيط اللي اشتغلته هو من الخيوط المكرمية اللي كنا نجيبهم زمان من سوق سوريا، ماجدة الرزاز الله يرضى عليها كانت مشترية لي، هي اسمك من الخيوط الرفيعة بشوي، يعني الخيوط اللي كنا نستخدمها للملابس هي أسمك منها بشوي زي ما انتو شايفين. كتير يعني لملمس الشنط حلو، تحسيه كزي خيط جينز، مش عارفة كيف أوصفه، لكن هو أقرب إشي يمكن إلى خيوط المكرمية. فيعني بيجي بتعرفي إنها هي بتيجي
شلة وانتي بتلفيها. فاشتغلت فيه، كانت السنارة نمرة رقم 3، ولأنه السنارة نمرة رقم 3 مش عارفة ايش ضلني انا اهز بالحامل، بس لأنه سنارة. نعم ماما. نعم يا عمري. وطلبات الأطفال اللي ما بتنتهي. المهم اشتغلت هاي القطعة، هي طالع معها كيس تسوق أكبر، مش كتير على فكرة، كيس تسوق تبعها كبير يعني نوعا ما مثل هيك، وأنا طلع معي صغير كيوت يعني مش عارفة، بنحط الواحد فيه وحبتين الفاكهة بشنطة الشغل يمكن، ما بعرف. حابب أعيد الفكرة بمقاسات من عندي وحجم أكبر ونفس الخيط، مش عارفة إذا رح ألاقي وقت أعيدها أو أتحمس إني أعيدها، لكن هي عن جد كتير مسلية. رح أحاول إني أدور لكم على الفيديو الأصل، وأتوقع إني رح أحط لكم إياه بالدسكريبشن بوكس أو بكارد فوق الأنسة، منشوف. طيب القطعة اللي وراها هي كانت عم بحاول أجرب أتعلم الكروشيه التونسي، وكانت النتائج كارثية. شوفوا القطعة قديش مسوكجة، أكيد كنت أنسى غرز، أكل غرز، مش عارفة. المهم إني أنا جربت إشي جديد، وعندي كتاب لتعليم الكروشيه التونسي، بس كنت عم بجرب من قنوات الإنترنت. هلأ بدي أرجع على الكتاب بدي أشوف رمز الغرز، وإذا يعني زبطت معي وأتقنتها يمكن أصير أنزل دروس عن الكروشيه التونسي. شوفوا بداية كل شخص بتكون تعيسة، بس أكيد أكيد يعني رح أوصل للاحتراف ما تخافوا. هاي الغرزة الأولى، خلينا نقرب الكاميرا. هاي الغرزة الأولى زي ما أنتوا شايفين اللي هي بتشبه كتير غرزة التريكو، والغرزة الثانية هي مش مساعدة فيها، أعتقد نوع القماش مش مساعد، بس يعني لو إنه كان شوية تدقيق حتلاحظوا إنه هي يفترض تكون مثل الشكل السداسي أو خلايا النحل، بعرفش إذا يعني مبينة معكم هيك أو لا، مش كتير يعني واضحة أنا شايفها بالتصوير، بعرفش إذا من بعيد واضحة، لكن هي يفترض إنها تكون مثل الشكل السداسي. فبصراحة شغل الكروشيه التونسي ممتع، بيمشي بسرعة كمان يعني مش بطيء، وحسيت يمكن ما بستهلك خيوط كتير، أو يمكن زي التريكو يعني تقريبا في فكرة استهلاك الخيوط. فهذا كان إشي جديد كمان جربته هذا الشهر، ورح أستفيد من القطع، ما رح أكبهم، رح بصراحة أفكر إني أشدهم، ايش بسميهم، افردهم بطرق الفرد المعتمدة، وبعدين اشوف شو ممكن اعمل منهم. الشغلة اللي عملتها كمان اللي هي الغيمة، الغيمة اعتقد اني انا خلص رح اعتمد هذا الباترون، عملتها طبقت جزء منها. طبعا في تعليقات طلبت انه اعمل الغيمة بشكل اكبر حتى تكون مثل ما حدا، تذكروا اني انا عملتها بشكل كتير كبير يعني بخيط كان دبل من هاد، وكانت الحجم كتير مهول، وقررت افرطها واعملها بخيط واحد مش دبل، فبده لسه اكبر من هذا الحجم، بده يعمل له ايش اسمه، بده يعمل له، كل شوي بقوم اتاكد من الكاميرا يا ربي، بده يعمل له الخيط الدبل، لكن انا شايفه انه هذا الحجم كتير حلو، كتير كيوت ومناسب، بتهيألي الرسمه مناسبه. بعرفش اذا في عندكم اي ملاحظات، لانه هلا راح اطبق الوجه الثاني معكم على الكاميرا بدرس الغيمه، واخيطه مع الوجه الاول، كوني انا ثبتت على باترون الوجه الاول. شو رايكم؟ هلا نحط لها عيون وخدود، أو تخلوها مثل ما هي، أو بتعملوا حوافها باللون الأزرق، هي بالأخير بتصير مخدة يعني. هاي القطعة بتكون قطعتين عندي بالقناة غيمة السعادة، هي كيوت يعني مثل ميدالية بتنعمل، أو ممكن تنحط حتى هيك منظر على المكتبة أو منظر على أي شيء. ممكن إنه تشوفوا الفيديو، ممكن أحط لكم إياه بالرابط فوق. صوتي واطي كأنه طاقتي منخفضة. طيب هلا اخر قطعه، لا مش اخر قطعه، يعني اخر قطعه كبيره اشتغلتها. فاكرين هاي كنت قايله لكم الشهر الماضي انه اذا طلعت معي على العجله اكيد اكيد رح اني اخلصها. اوكي شوفوا شو اللي صار. لما طلعت الماركه اللي عندي اللي كان يفترض احط عليها البومبوم، علشان الجهه الثانيه رح تكون عباره عن مربع وبعدين البومبوم، لقيت انه الماركه حجمها 54 اتوقع سنتيمتر،
والقطعة هاي كتير أكبر من ال 54 سنتيمتر، فاضطريت إني أكر ولسه لازم أكر كأنه كمان سطرين، وأضيف اللي كريته على المربع هاد اللي هو هيكون بالخلفية، وبعدين أعمل البومبوم علشان إنه الماركة اللي بدي أركب عليها البومبوم يكون حجمها أو مقاسها على نفس مقاس هاي. هلأ وين المشكلة؟ المشكلة إني أنا هلأ صرت كتير مرتبة بموضوع البومبوم، مع إني أنا مجهزاهم يعني في كيس عندي شغلت فيه أطفال العيلة وخلص قصقصوا لي الحيطان وصار في عندي البومبوم، بس كتير عم بشوف إنه لما تكون على الأواعي أو الأشياء على طول الصغار بنزعوها، فأنا مش متخيلة يعني إني أربطها أحطها سيليكون، مش قادر استوعب كيف ممكن اثبتها باكثر طريقه اضمن فيها انها تضلها دائمه لاطول فتره ممكنه. فهذا الاشي شوي احبطني بهاي الفتره، لكن مستمرين بالمشروع. طيب هلا اخر شيء انا حابه كثير، كونه في اشي اسمه تحدي القراءه العربي او البوك ماراثون العربي اللي راح يتم اطلاقه ب 12/8، كونه الغالبيه راح تكون في عطله. هذا الماراثون انه لازم تقراي 7 كتب بسبع تحت 7 مواضيع مختلفه. يمكن يوم الخميس الجاي اعمل عنه فيديو، فحابب كتير اعمل جيف اواي على قناتي للناس اللي حيشاركوا بالماراثون. شو قررت اني اشتغل بالكروشيه؟ قررت اني اشتغل كوسترات اللي بنحطها تحت الكوب القهوة أو المانجا نسكافيه أو غيره، وبوك ماركس يعني تقريبا يكون الموديل متشابه على أساس إنه تكون الجيف اواي أقدر أشحنها عبر البريد العادي بدون ما أضطر إني أنا أدفع قيمة طرد أو حتى قيمة الطرود المخفضة. في طرود مخفضة عنا موجودة في كل بريد في الدول العربية بس مش كتير ناس بتعرفها، إلها اسم أتذكر شو اسمها، بس إلها اسم يا الله نسيت، يعني هي أسعارها كتير يعني منيحة بمتناول اليد. يعني بتذكر مرة بعدت لتركيا طرد وكان تقريبا كلفته 4 دنانير، بس شرط إنه الباكج تبعته تكون معينة والباكج غالية، يعني تقريبا بتكلف 2 دينار كباكج، يعني كسعر الباكج هي غالي بس كتير مناسبة للي بيحبوا، للناس اللي بيحبوا يعملوا جيف اواي او بيحبوا يبعتوا اشي لناس قرايب لهم مكان بعيد، بس بشرط انه الرزم اسمها الرزم بشرط انه الرزمة هاي ما تتجاوز 2 كيلو، بسعرها كتير طريق بس بتاخد مدة 3 اسابيع بالعادة. لما بعدت لتركيا اخدت 2 اسابيع يمكن، فهي كتير منيحة وأسعارها كتير بتناول اليد. ولو دخلتي على موقع البريد تبعك سواء البريد السعودي البريد الأردني أو غيره وحطيتي لأي دولة وقديش مثلا الكيلو بعطيكي بيعطيكي إنه قديش الكلفة. وفي منها نوعين، رزم عادية ورزم مسجلة. المسجلة أغلى بشوي بنتفة، بس الحلو إنه بيكون فيها رقم بتقدري تتبعي الطرد وصل أو ما وصل. أتوقع إنه علي إكسبرس معظم التجار اللي هناك بيعتمدوا هذا النوع من الطرود لما بيرسلوا لأنه حزمهم يعني خفيفة. نرجع لموضوع الهدايا، لسه تبعين الكروشيه ما تفلوا ما خلصت. فعلشان هيك أنا عملت هاي المجموعة، عملت هذا الكوستر على شكل قلب وعملت بوك مارك معه على شكل قلب كجيف اواي، هدول رح يكونوا مع بعض. لازم أطول بالكاميرا لازم. وعملت هذا الكوستر كمان اللي هو على شكل ترسيمة الحظ، وعملت معه هاي البوك مارك كمان سوا، وبعدين عملت هذا اللي هو يفترض انه يكون على شكل ريشة الطاووس الكوستر، وعملت معه البوك مارك اللي هو هذا. طبعا هذا الخيط يعني انا بستخدمه لما بيكونش عندي مرق اني اغير الوان، خلص بدي اشتغل بإشي لحاله. فلهلا في عندي 3، بعرفش اذا هم مغريين او مجزيين كنجيف اواي، انه مش عارفه او انه لازم اعمل إشي تاني. اذا عندكم اي افكار تكون هيك بسيطه وخفيفه بالوزن ومسطحه حتى اني اقدر احطها جي مغلف بريد عادي، فيعني اعطوني او احكوا لي اياها. فشو رايكم فيها، حلوين ولا ما حلوين؟ قرب لكم الكاميرا، اوبس قرب لكم الكاميرا خليني. طبعا هي كل ما بتقرب كل ما الدقة تبعتها بتكون مريعة. اوبس طيب ماشي، نرجع هلا التصوير العادي هيك.
انا بكون حكيت عن شغل الكروشيه لهذا الشهر او شغل الاشغال اليدويه لهذا الشهر. الاشياء الثانيه اللي بدي احكي عنها انه بتذكروا لما حكيت لكم انه كل كتاب بدي اقراه بدي اجازي نفسي دينار على كل 100 صفحه. الوضع بصراحه طلع كارثي هذا الشهر لانه قرات 13 كتاب كانت فكان لازم انه اشتري ب 25 دينار هو مبلغ، ومن المكتبه العامه كان لازم اجيب ايش حكينا المره الماضيه انه قرطاسيه. للي عم بسمعوني اول مره ما راح اقول الفكره انه كل 100 صفحه بقراها بدي احط 100 دينار، بدي احط دينار بالحصاله، كل 100 صفحه دينار بالحصاله. فانا قرات عدد كبير من الصفحات، وهي مش دائما بتصير معي، يعني في اشهر كثير كنت اقرا فيها يدوب كتابين، لكن هذا الشهر يعني قرات. وفيكم تشوفوا مراجعات كتب الشهر، راح احط لكم الرابط فوق ان شاء الله بالدائره البيضاء. فصفى معي انه مبلغ لازم اشتري ب 25 دينار اذا كانت الكتب اللي بقراها من مكتبتي انا نفسها، المبلغ بيروح لشراء كتب. اذا كانت الكتب اللي بقراها مستعاره من المكتبه العامه، المبلغ بيروح لشراء اشياء واشغال يدويه. وصفى ما انه عندي 25 دينار للكتب و7 دنانير للاشغال اليدويه. الحقيقه اني انا بفكر اجمع هذا المبلغ مع المبلغ اللي رح يجي من شهر 7 واروح شو عامله بومبا هيك، عامله طلبه طلبيه من جملون، واحكي لزوجي حبيبي في طرد جاي ممكن تحاسب عليه. ومش عارفه يعني حتطلع صدمه العمر لغسان. لكن متى رح اختار موعد؟ رح اختار موعد عيد ميلادي على فكره، علشان يعني كمان تكون الصدمه مقبوله والطرد مقبول. بالمناسبه كنت قاعده بقلب بجملون فلقيت في كتب عن تريكو اسعارها تقريبا دينار وشويه، يعني احنا عم نحكي عن 6 ريال او 7 ريال. وكان في كتب عن الكروشيه بالانجليزي اسعارها كانت وقتها تقريبا نفس الشيء 7 ريال، بعدين للاسف ضربت 3 اضعاف لانه كانه خلصت النسخ اللي عليها العرض. فاذا بتحبوا روحوا على العروض الاسبوعيه، حتلاقوا هناك كتب كتير حلوه عليها عروض خاصه بالاشغال اليدويه، بس بدكم تدوروا لانها تقريبا 73 85 صفحه من العروض، على رواق بدكم تفتحوها. المهم انا حكيت باول فيديو بشهر واحد عن اهدافي خلال السنه، وهلا حاسه حالي كثير مضغوطه وملحوقه لانه احنا صرنا شهر 8 ولساتني صوت الطياره عالي. ولساتني متأخرة في بعض الأهداف، فقررت إني أركز على أشياء رئيسية منها. رح أركز على دورة المحاور لأن الدورة بدها عن جد جهد ووقت، ويبدو إنه هي مدتها أطول مما كنت أنا أتخيل لأنه إحنا لساتنا في مرحلة البناء، وفي عنا امتحان نهائي قادم في كل المواد اللي أخذناها، في كل الدوسيات اللي أخذناها. وفي عنا اليوم كان عندي على فكرة امتحان كمان دورة المحاور. وفي عنا في عندي هدف حفظ القرآن بدي أركز عليه خاصة في نهاية أغسطس، علشان ألزم نفسي إني بس أرجع الدوام الأسبوع الأول اللي بنكون فيه نحن المعلمين قاعدين وكذا زي هيك، أطلب من المعلمات إنهم يسمعوا لي حتى أكون يعني حافظة كمية الصفحات اللي بدي إياها. دورة الآيلتس فأنا عم فكر جديا إني أبدأ حصالة للآيلتس علشان ألزم نفسي الصف الجاي أخذ دورة الآيلتس. بس بهذا الوقت بتعرفوا قناة زي أمريكان إنجليش بالزد نزل برنامج كتير كتير حلو. هذا البرنامج فيكم إنه أنتوا تعلموا فيه اللغة الإنجليزية، أنا منزلته على موبايلي، ولادي كل شيء بياخذوا الموبايل وبيفتح على البرنامج وبيحاولوا يجربوا فيه، فيه القراءة وفيه الاستماع وفيه المحادثة وفيه أشياء كتير. فأنا بفكر إني أنا أكمل يعني أدرس خلال هذا البرنامج وأختمه من هون لقبل الصيفية الجاية، يعني أكون خاتمته قبل ما أروح على الآيلتس كمان علشان ما أتأخر. وفي نفس الوقت إني بدي ألزم نفسي أترجم دايما فيديوهين على القناة، هذا الفيديو الخاص بالحرف وفيديو الخاص بمراجعة الكتب، هيك منه أنا يعني بعمل شوية ممارسة للغة الإنجليزية.
بالنسبة للرسم مش حادر أعمل 365 رسمة ولا رح أمشي بالرسمة زي المخطط اللي كنت عاملة الشهري، لكن رح أحاول أرسم حسب المود وفي أوقات العطلة أو الفضاوة. أما الكتابة فأنا هلأ عم بقرأ بكتاب، لازم أجيب الكتاب لحظة شوي. الكتاب اسمه حليب أسود لإليف شفق، مش رح احكي عن الكتاب كتير، بس يعني لو تشوفوا قديش الخربيش اللي انا مخربشها هالكتاب، لا انتوا لازم تشوفوا القلم اللي انا مستخدماه في الخربيش، تحفة.